السلام عليكم، معكم المهندس مدور سليم. نحن الآن نتواجد بمزرعة سيد زرقون نور الدين المتواجدة بمنطقة حوض الخضراء دائرة نبوسة بلدية ورقلة. المزرعة تحتوي على 500 هكتار، بها 10 مرشات محورية تغطي 255 هكتار. الزراعات الاستراتيجية في هذه المزرعة هي القمح الصلب والذرة العلفية. سيد زرقون نور الدين قبل بدء الاستثمار بدأ يبحث عن المشاكل المتعلقة بالفلاحة في هذه المنطقة. اكتشف أن هناك مشكلة ملوحة المياه التي تصل في بعض الأحيان إلى 4 غرام في اللتر. المياه هي المشكلة الرئيسية بالنسبة للفلاحين، لذلك قام بعد التحرير والاستقصاء وجد أن هناك جهاز يسمى الطواطير والذي يقوم بتقليل الأضرار الناتجة عن نسبة الملوحة المرتفعة في المياه. بعد اقتناء الجهاز قمنا بتركيبه في سنة 2015-2016 وفي سنة 2016-2017. في هذه السنة 2016-2017 تحصلنا على المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث مردودية الإنتاج، حيث وصلت إلى 83 قنطار في الهكتار بالنسبة للقمح الصلب. قمنا أيضا بتجربة الجهاز في زراعة الذرة العلفية، بحيث تحصلنا في الموسم الأول على إنتاج يصل إلى 45 طن في الهكتار، وهذا العام تحصلنا أيضا على إنتاج وصل إلى 56 طن في الهكتار. والمنتوج ذو نوعية جيدة بعد التحاليل التي قمنا بها، بالإضافة إلى شهادة المربين الذين يقتنون هذه الألف. ثالثا أنها تحافظ على المعدات الفلاحية من الإنسداد وتحافظ في مدة العمر الافتراضي لها بالنسبة للمرشات المحورية كما هو بالنسبة للسقي بالتقطير.